طيب الشوتينج داي ده بيبقى يوم صعب، ومش عايز اقول متعب، انا ما بحسش بتعب لان انا بعشق الشغلانه دي اصلها، فبحس بتعب بعدين. يعني ممكن اشتغل 12 14 ساعه في الشمس وبعد كده اول ما اقعد بقى احس ان انا تعبت، بس طول ما انا شغال ما بتعبش. الشوتينج داي دي حاجه مهمه، لازم نركز في كل التفاصيل بتاعتها كويس قوي. بنجهز لها ان احنا بعد ما بنعمل المقابله بتاعت العميل بنكتب السكريبت، بنعمل الستوري بورد، بنحدد المعدات، بنعرض على العميل الشكل النهائي اللي احنا هننزل نصوره قبل ما نصور، عشان هو لازم موافق، لازم عارف التصور بتاعنا احنا بنعمل ايه، علشان ما يجيش يتفاجئ بعد ما نصور ان لا مش ده اللي انا كنت عاوزه. بتشركه في السكريبت او في الستوري بورد بتاعتك ايا كان شكلها. بنجهز كل المعدات، بنجهز فريق العمل اللي بيكون موجود معانا، بنشيك مع كل الناس كل واحد مطلوب منه ايه قبل التصوير. التالت يا ده هو كده كده ضله، وهنكسر بقى الزوايا، ممكن يقعد في نص الكنبه وانت ك 70 200 من هنا كده، واللونج من وسط الميه شبكاري شمر وينزل عقابا ليه، واللي كان بالكرين كنت عايزه يتمشى، فكان ممكن يتمشى من هنا. احنا عملنا بروفه على المشي دي مره فاتت معاه، مشي شغاله. في حاجه عايز اعملها، ممكن يبقى يبدا من هنا، ده هيبقى شمس برده لان الشمس تسحب كده وبترسع على الصور الساعه 5، فاحنا كده كده هناخدها معانا، فممكن يمشي كده فاهم. انا جاهز، عايز ابدا هنا. I'm not done.